البتاع ده يا اسطى. انتوا بتيجوا بسرعة ليه؟ العيش هياكل. العيش هطلع العرق الطفل اللي جوه. قول عاشور، ازيك عاشور؟ في ناس عينيها فارغة وانا عيني منك. يا جدعان والله انا بتكسف في الحاجات دي والله. هو اعرق وبتاع. دي بيضة وكندر. اه دي كندر، الولاية كانت جايبها لي في القفص الورد. أغنياء أوي، أغنياء أوي. دقة كوتش، دقة كوتش. الواحد مكسل يتنفس والله يا بود، أنا مكسل أعيش. أنا كنت عايز أقول النكتة أعيدها تاني عشان الواد بتاع الثانوية عامة، عشان ما بحبه. أقول لك النكتة تاني؟ معلش أقولها لك تاني عشان بيقول لك ايه؟ بيقول لك مره واحد ما عندوش دم، فاضل له 20 يوم على الامتحانات وما فتحش كتاب. ذاكر يا معكوس يا ابن المعكوس. بص انت هتنجح. اه انا مش عارف انجح. بص اصلا انت هتنجح مره، مليون مره مثلا، انت هتنجح مليون مره وهتفشل مره، فالناس هتفتكر لك الفشل المره واحده، يقول لك انت فاشل. فكك يا عم، عادي عادي. النفسية محتاجة ايه؟ النفسية محتاجة واحد كذاب وكيس لب والله العظيم، وهو بيحكي اقعد اتف عليه. عليك على بس يقعد قدامي يا عم. انا اول مرة احضر له الحمد لله على السلامة يا اسطى، انا عايز حرمة لبناني. ايه يا احمد في ايه؟ احب اقول لك ان فيها معلقة في الظهر. ايه ده؟ دي لا والله جالب دوسخة والله. ايه ده؟ اه دي طلع فيها معلقة في الظهر. بس انا قلت ده يا جدع الله يلعن ابو الجهل يا جدع. بقى لازم يثبت جهله على الكاميرا. ازاي انت جرجره؟ اصل الجرجره يا وليه بس يا وليه. يا جو روق كده، الحزن باين في عينيك قوي والله. يا ساره احنا عايزين طلقتين في وشنا، ايه رايك في الصوره؟ الصوره حلوه قوي، حلوه قوي. ايوه كده، حطي صورتنا لوحدي، حط صورتنا وانت ماشي. طب يا جو، ازيك يا مورا؟ يا عظمه، يا اجمد واحده في الدنيا، يا احلى واحده في الدنيا، اوعى تطلع وده هزعل. ازيك يا غنيم؟ غنيم غنيم غنيم. مش نغم، كل مره ولا نغم. ازيك يا دي؟ العيال حبزوك يا دي. اه يا اسطى كل حاجه باظت. اذا كان دي خلاص يا دي، الله يسترك انت وامك. الله يرحمها طبعا. يا اسطى انا عاوز، حاضر انا تعبان. انت جاي هنا عالجك ولا هو انت كاميرا؟ لاني ابتسم كل ما رايته. معلش نتجاوز. بعد ما وصلت لنص الطريق ضاعت الحاجة اللي سابت عشانها الدنيا، بقيت لا عارفة أكمل ولا بقيت عارفة أرجع. أنا آسف لك يا ناس والله. ذاك صورة صديقي المقاوم الرائع دائما وأبدا. الله يسترك والله. ازيك يا ناس؟ مروة بتقول لك ازيك. لا ألعب زوكي ماشي. والله يا اسطى بص، هو الحمد لله لو انت يعني عايز نوجه رسالة، الحمد لله الرسالة دي مهمة. الحمد لله كل حاجة ماشية عكس ما انا كنت مخطط لها في حياتي. اقسم بالله عمالة تتخربق فوق دماغي الاقل. بص كل بام بام وانا قاعد كده، ايه خلاص خربت. يلا نحتفل. يلا العظيم انا بقضيها احتفالات. ازيك يا اسطى؟ نفسية محتاجة ضحكتك. الله يسترك يا ولية. ازيك يا شيخ؟ كام سنة ما ينفعش اقول. انت منين يا صاحبي؟ يا عم قولنا نعمل لايف بدري، بناخد خصم في شو. يا لهوي حقك عليا والله العظيم يا اسطى، انت فوق دماغي والله العظيم، انت فوق دماغي. ابتع مع حد في عوض الرست. جو يا جو يا جو. ايه ماشي والله، نفسي امسح كل الابلكيشنات واعتزل. بهزر معاك طبعا. ما عنديش حته اروح غيركم يالا.
انا معتزل كده كده، ما انا ما عنديش غيرك، انا قاعد معاك يا اسطى، ما تقلقش، امسح ايدي يا عم، انا قاعد لك. لما بتلعب في شارع والله العظيم انا قلت قبل كده افكر، انا بتكسف اتكلم واتغير واعمل اي حاجه وزهقت وتعبت بجد. الكسوف ده مش عارف كنت اتكلمت عليه قبل كده، طب اراجع لك عليه برضه نتكلم عليه تاني. الواحد بص، الواحد بيقول لنفسه انا مش زعلان، انا مش زعلان، والله انا مش زعلان. اه ما انا بفضل برضه اقول لنفسي انا مش زعلان مش زعلان، وفجاه تلاقيني ايه قلبتها وانا مش زعلان. الله انا مش زعلان، والله العظيم انا هايف قوي في الاحزان، يعني تلاقي الدنيا خربانه بضحك. خلاص خير، بتعمل ايه طيب؟ باينه من عندك الدنيا خربانه. طب وانا مش زعلان. يا عم خير، بتضحك كده وراه، والله يسترك مش ناقصه امك. طب بيلي يا جو، ازيك يا شروق يا اعظم شروق في الدنيا. يا جو يا جو، خدت بنصيحتك امبارح وخرجت من الجروب بتاع صحابي والحمد لله بقيت وحيده بس مش مهزأة. لا حلو حلو اهو، مش مهزأ. الوحده احلى وفاء، الوحده احلى من ان وجودك مع ناس بتقلل من نفسيتك، يعني وحده يبقى هتلاقي غيرهم مسير، لكن لو انت قاعد مع ناس بتهزق فيك او بتتعبك نفسيا مش هتلاقي غيرهم، هيتعبوا في نفسيتك بس لان انت معاك ناس، خلاص مش هتدور على ناس غيرهم. ازيك يا نادين؟ ايه ده يا نادين؟ ناس عايز ده، قول لك ازيك يا فطومه اخويا العظيم اخويا محمد. جايب حد معاك؟ ايه الناس بتتدخل في حياتك اكتر من اللي الناس دلوقتي بص بتمشي بنظرية ايه يا ترى؟ الناس دي لا هي وقت تعيش حياتها ولا بتعيش حياتي انا، فاهم حاجة؟ يعني هي عايشة طول الوقت في حالنا، فكبر دماغك. ازيك يا بسملة؟ ازيك يا ندى؟ قول اسمي بسجل. ازيك يا وسام؟ سجلي يا وسام. ازيك يا وسام؟ قول بسجل. جو ازاي افتح مواضيع مع خطيبي؟ حلوة، خد الحتة دي. يومك كان عامل ازاي؟ وسيبيه يهري. احكي لي عن انجازاتك وسيبيه يهري. الراجل عامة بيحب يحكي عن انجازاته. انت بقى اديله في الانجازات. ياه، ولازم تنبهري. انت لو ما انبهرتيش تبقى انت ما بتحبوش. والله العظيم. يعني مثلا بص 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 سقفي لي. والله العظيم. الله ده انجاز، ده انجاز. يعني مثلا قال لك انا فتحت شوكولاته كندر كده. يا ابن اللعيبه، انت اذكى واحد في الدنيا ولا؟ الله العظيم. لكن ما يعني اديله بس حته ايه ان هو ما فيش زيه، يعني انت ما فيش من امك اتنين. الرجاله بتحب كده، انا بحب كده عامه. يا اسطى انا حزين قوي وعامل كل حاجه دارك مود. والله يا اسطى اقسم لك بالله انا الدارك مود ده طفح على حياتي. تقريبا تقريبا طفح كده بقى الدارك مود على الابلكيشن والموبايل وعلى حياتي. والله العظيم مش عارف، بفكر اغير الدارك مود ده، ما اعرفش ليه، والله العظيم عايز اغيره. الواحد تعبان همام. نفسك تعيش فين؟ انا نفسي اعيش فين؟ هقول لك والله العظيم وتصدقني، والله العظيم تلاتة اقسم بالله وحياة امي، انا نفسي اعيش جوه الميكرويف. اضاءة هادية، سرير بيلف، بتفتح كل شوية تحط لك اكل وتقفله عليك وقاعد لوحدك، ولا حد يقعد معاك ولا ليه، ودفى كده والنور هادي والدنيا حلوة. احنا هنا عايشين. مرة مهندس كمبيوتر مراته طردته بره الأوضة، راح نام على الهارد. يا عم قول ازيك يا سلاف. ازيك يا سلاف؟ ولا يوسف، اوعى تقول النكته دي تاني يا يوسف، انا بحبك. معاك كام في جيبك؟ معايا فيزا. فدي فيها كل حاجه، يعني ممكن اقول لك ما معيش فلوس بس معايا فيزا، فالفيزا اهم. ايش ازيك يا نادين؟ انا حبيتك. ايه ده؟ كله تحب. ايش مساء الخير، الله يسترك. ازيك يا شهاب؟ والله العظيم انا بحبك. الغوامق حلوة زي الخرا يا اسطى، مش ناقصة نكد. قولي ازيك يا كارين؟ ازيك يا كارين؟ لا في كومنت الرحمن قبل كارين، كومنت مش راضي يرجع. ماشي
امي سمعتك وانت بتطبلي. يا شرو يا حاجه شرو دي اعظم واحده في الدنيا، شرو دي اذكى واحده في الدنيا. عايز حاجه تاني؟ سلمي لي على الحاجه وبوس ايديها والله العظيم. خلي بالك من الحاجه لان هي اللي باقيه لك.